وسهلا. نحب نحكي لكم على غريبة قاعدة صايرة في تونس، وهي غريبة اكستراوردينير على خاطر السيد اللي قاعد يحارب الفساد ممكن هو غطس فيه. هنشوريكم حكاية صغيرة. دونك كي تعرفوا يوسف الشاهد قاعد يصور في فيديوهات وقاعد يهبط فيهم على الصفحة بتاعه الفيسبوكية واتسيترا، وقاعد يستعمل في غناية. الغناية هذية اللي بروتيجي، معناتها اللي دروا دوتور بتاعها سون بروتيجي، يلزمك تخلصهم، يلزمك تخلص السيد اللي عمل الغناية، اللي صنع الغناية. اللي صنع الغناية سيد انجليزي، الانجليزي هذايا حاطت الخدمة بتاعه كلها في شركة انجليزية. يوسف الشاهد قاعد يستعمل فيها الغناية هذه. الغناية هذه هكا هاي الليان نتاعها، وهو قادر يصومها. وهو كان عندكم دو فيرسيون، 9 دولار و 99 دولار. والغناية هذه دونك باش تستعملها، يا تستعملها تخلص، يا يقول لك ما عندكش الحق تستعملها تو سامبلومون، ينجمش كي بيك. Donc pour entraver ils ont dû payer, c'est normal, sinon ils ne peuvent pas utiliser cette chanson. Donc flous l'anglais, c'est Lord qui vient de l'Angleterre, le flous qui met dedans, عاود رجعها. هذا اسمه يويو، فلوس نعطيها لك وترجعها لي.